البطولة كانت لصالح منتخب قطر ضد البحرين. منتخب قطر ضد البحرين أول ركلة جزاء تحتسب في البطولة. الآن نشاهد مهند عسيري، مهند يتقدم بيلعب للكرة، الله هو عسيري لكن معاه تتيسر، هو عسيري لكن معاه تتيسر، والمنتخب السعودي ما يتعثر ما يتعثر. بسم الله عليكم انت، بسم الله عليكم انت. مهند عسيري يسجل اول اهداف الخليجية من ركلة جزاء، هدف ثالث في المباراة الافتتاحية لضمان النقاط الثلاث. اللاعب المتألق في هذا الموسم مهاجم السعودية القادم من ركلة جزاء يضع الفرحة السعودية والنقاط الثلاث في جيب بيسيرو. بيسيرو ثلاثة لا شيء، ثلاثة لا شيء، هذا عسيري.